رغم أن الشباب هو ضمير الأمة وطليعة صناعة القرار في وجدانها، ورغم أن الشباب أنجز ثورة غير مسبوقة في تاريخ العرب وأسقط الدكتاتورية تأسيسا لحقبة مدارها الحرية والديمقراطية واسترجاع الحقوق الضائعة، شباب قال، لكنه أقرب لديجاج من الحياة السياسية. فلماذا هذا العزوف عن النشاط السياسي والاندراج الحزبي؟ المواطنين على عمل احنا جالسين نضروا من المعارضة ومن غيرها، ولاني لا مع النهضة لا ما تعنينيش السياسة، ما يهمني حتى حد، لا تهمني لا ترويكا ولا يهمني، لا نحب نخدم. أنا صارت ثورة للتشغيل، ثورة صارت للتشغيل، ثورة قام بها شباب، تو ما قينا حد شيء، فهمت الله، بالثورة هذه الشباب ما استفاد حد شيء، الكراسي شادينهم رجال كبار، الحمد لله، نبداو من السي الباجي قايس السبسي، السي رشيد الغنوشي، فهمت، ناس كبار، يا الشباب وين هما؟ اعطينا بلاصه للشباب، خليهم يقوموا ينهضوا بالبلاد، البلاد فيها كارثه كارثه كارثه، البلاد هاو قاعد تفرجوا الناس كلهم مريحه، الشباب كل مريح. لا ما نمارسش، عندي فكره وبرا جيس، كان من نعيش في بلاصه لازم واحد يعرف عليها حاجه جنرال وبرا. فما الحرمان اللي صاروا 23 عام، معناها فما ناس كل حاجه نقصتهم، هذيك الناس كل تبع كان في الكوره، وفهمت السياسه ما كانش عندها نصيب بالنسبه للتونسي، وفما زاد شباب يحب على المصالح، فما يقول لك شكون نقضي مصلحتي بالاحزاب السياسيه. شنو هي مصالح؟ بصراحه فمش برشا شباب بطال وكل شيء، يقول لك ندخل الاحزاب مش تولي لي تتحلي فاق يربح هذاك نربح كراسي، يا اخي واش صاير في السلطه؟ مؤمن انه العمل السياسي لازم يكون في البلاد رمز وعنوان للتحضر وتقدم في اي بلاد. ما زالت تطلعات الشباب كثيره، ولا وجود لسقف نحو رؤيته واحلامه، فمتى ياخذها بيمين؟